السلام عليكم ورحمة الله. 18 من أيار، صباح نهاية الأسبوع الجميل. يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتشاهدونا في صباح الإيمان. يسعد صباحك كاميران. يسعد صباحك صفاء، وصباح الخير عليكم مشاهدينا في الحلقة الأخيرة لهذا الموسم الذي يسبق شهر رمضان الكريم. لدينا اليوم عدة مواضيع نبدأها بجولة الأخبار كما جرت العادة، كما لدينا حديث عن مؤسسات العمل في رمضان وكيف يكون لها دور في خدمة المجتمع. نعم، واليوم سيصحبنا أيضا في هذه الحلقة صوت عراقي جميل، فكونوا معنا مشاهدينا حتى آخر دقيقة في هذه الحلقة. ودائما نسعد بكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر البث المباشر على اليوتيوب. أهلا بكم. استرجعت ذكرى النكبة قبل عدة أيام أعمالا فنية رصدت تلك المرحلة، جسدتها لوحة عرفت باسم مسيرة شعب للفنان إسماعيل شموطة رائد الحركة التشكيلية في فلسطين، ولوحة من الإبداعات الفنية البارزة التي تجسد باللون والخط مأساة الشعب الفلسطيني. نعم، كما تقرأ هذه اللوحة لوحة مسيرة شعب من اليمين إلى اليسار مثل جملة كتبت بلغة الضاد، تبدأ بالوحش الذي يرمز إلى الاحتلال الإسرائيلي وتنتهي بحلم شفاف وغير مرئي، مرورا بمشاهد الحياة في المخيمات ومحطات النضال والمقاومة من خلال وجوه إنسانية معبرة بعضها يرمز لبعض أفراد عائلة الفنان. اختزلت مسيرة شعب مشاهدين أبرز الأحداث التاريخية التي شهدتها فلسطين منذ النكبة وما تلاها من حروب وما يكتنفها من شعور باليأس بين الفلسطينيين وما يقابل ذلك من أمل ووحدة تحت رموز مثل العلم والكوفية الفلسطينية. كما نشير مشاهدين أن هذه اللوحة بقيت مخبأة إلى أن أفتيحت لها الظروف المناسبة التي تحظى حتى تحظى هذه اللوحة وهذه اللوحة الفنية فعليا بالعناية والاهتمام في وقت لاحق وقد ظهرت للعامة أخيرا. دائما ما يكون يعني الفن صفاء هو مرآة للتاريخ، فيعكس التاريخ الكثير. نعم مشاهدينا، رفع متحف كندي الستار عن هيكل ديناصور من فصيلة النودوسور الذي يعد من أفضل المومياءات المحفوظة لديناصور مدرع في العالم، أي له درع من الصفائح العظمية، وذلك بعد موته ب 110 ملايين عام. لازلنا نسمع بالديناصورات يعني اللي كانوا خيال عند الأطفال وإحنا صغار. نعم. حيث مشاهدينا يرجع الباحثين فضل بقاء هذه المومياء بحالة جيدة إلى الحفظ، إلى يعني بقائها وحفظها بهذا الشكل الجيد، تعود الفضل ويعود الفضل إلى البحر بسبب فيضان حمل النودوسور إلى البحر ثم غطته رواسب البحر سريعا في القاع، لذلك لم يتعرض جسده للتحلل بقدر كبير قبل أن يتحجر، ثم عثر على العفور الصدفة في منطقة النفط الرملي على ضفة نهر مقاطعة ألبرتا في عام 2011. وفي أثناء الأعوام الستة الماضية بذل الباحثون مجهود مضني لما يزيد عن 7000 ساعة ليزيلوا الصخور عن جلد الديناصور، ومن ثم ظهر حفور الديناصور كاملا ليراه الناس لأول مرة في الأيام السابقة الماضية.
صفاء، عمرك شفتي ديناصور بمتحف تاريخ؟ لا والله لسه ما حصل الشرف يعني، بس شفته بالالعاب اكيد. وانا كمان يعني، بس بتمنى يعني متخيل هيك انه هيكل ضخم لكائن عاش من ملايين السنين، فهذا الشعور اللي راح ينتابني. بس احنا دائما الديناصورات مربوطه عندنا بشيء اسطوري يمكن نيران، لانه كثير كنا نسمع قصص كرتون اطفال مربوط بشيء يعني خيالي انه ما يوجد ديناصورات، لكن صحيح. اثبت العلم الحديث انه يوجد وفعلا تم الكشف عن العديد من الديناصورات الموجوده. نذهب إلى جمال الطبيعة، وبما أن في فصل الربيع مشاهدينا في ولاية أشرنا جنوبي تركيا، حيث شلالات الكوب التي تستقطب السياح الذين يقصدونها لرؤية جمالها الخلاب. هناك يشعر المرء وكأنه في غابات الأمازون في البرازيل ذات الشهرة العالية. بين أحضان الطبيعة الساحرة التي تتلون بألوان مختلفة مشاهدينا في كل فصل، ويمتزج فيها خرير المياه بزقزقة العصافير، تقع شلالات كوب في أخدود يبلغ طوله نحو 1.5 كيلومتر، وتتألف من سلسلة تضم 10 شلالات. نعم، وتضم المنطقة التي يمكن أن يخيم فيها عشاق الطبيعة مضامير للمشي، فضلا عن إمكانية السباحة في البركة المائية التي تشكلها هذه الشلالات. الشلالات يعني أجملها. سحر مميز في الطبيعة، ولكن صحيح. الآن نذهب من شلالات الماء صفاء إلى شلالات يعني الغضب التي تنهمر بين الأزواج في بعض الأحيان. تخيل عزيزي المشاهد لو أن هنالك تكنولوجيا قادرة على إخبارك عما إذا كان شريك حياتك في مزاج جيد الليلة أو سيء المزاج. تكنولوجيا جميلة جدا على ما يبدو. فعلا هذا ما قام به مجموعة من العلماء الأمريكيون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أجروا تجارب استخدموا فيها أجهزة يستعمل هذه الأجهزة ويتم استعمالها في رصد الزلازل، وذلك لرصد خفقات القلب والتغيرات التي تطرأ على تدفق الدم وحركة الجسد في حالة ما دخل الإنسان في مرحلة ما قبل الشجار. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن ترسل إخطارات تلقائية تنصح الأفراد بالدخول في خلوة للتأمل، خلوة قصيرة يعني لاستعادة حالتهم العقلية قبل التفاعل مع الشريك شريك الحياة، حيث جمعت الخوارزمية البيانات الفيزيولوجية من مصادر مختلفة بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف المحمولة والإشارات الفيزيولوجية أو البيولوجية لتقييم الحالات العاطفية لدى الأزواج مشاهدينا. منع للمشاجرات الكبيرة يعني. شملت هاي البيانات التي تم جمعها درجة حرارة الجسم، نشاط القلب، العرق، التسجيلات الصوتية وتقييم محتوى اللغة والكثافة الصوتية كذلك. واكتشف فريق البحث أنه باستخدام هذا النوع من البيانات ستتمكن هذه الخوارزمية من الكشف عن نوبات الشجار المرتقبة بنسبة 86% من الدقة، نسبة جدا عالية جداً. أتوقع يعني هي ليست فقط شجار بين الأزواج، إنما حالة الانفعالية فعليا عند أي شخص لحتى يكون شخص المقابل مترقب لحالة الثوران. واللي لفتني إنهم عم بيستعملوا نفس أدوات رصد الزلازل. نعم تماما، أخوذ الفكرة من رصد الزلازل. إيه سبحان الله يعني. وأدي هذا الاكتشاف أو هاي التكنولوجيا رح تساعد على تخفيف حالات العنف والجرائم اللي بتصير بعدها يعني فعليا لو أخذناها لهذا البعد يعني. صحيح، وأنا بفضل يتم استعمالها أيضا في الشركات والمؤسسات مؤسسات العمل لحتى يقيسوا درجة العصبية والغضب عند المدير. حديثنا عن المؤسسات مؤسسات العمل وأيضا المنظمات والشركات في شهر رمضان تحديدا بعد النشرة الجوية، تابعونا.
مع اقتراب الشهر الفضيل والذي تكثر به الأعمال الخيرية والإنسانية ابتغاء الأجر والثواب، لابد أن يكون للمؤسسات والشركات دور فعال في ذلك من خلال تحفيز الموظفين ومساعدتهم في أداء عملهم واستثماره بطريقة صحيحة في هذا الشهر الكريم. نعم، وكيف ذلك هو موضوع حديثنا مع المدرب والمستشار الإداري الأستاذ بلال صالح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يعني بداية قبل الحديث عن بيئة العمل وأجواء العمل في هذا الشهر الكريم، خلينا نحكي عن يعني خدمة المجتمع. ما هي خدمة المجتمع والمقصود فيها في هذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ خدمة المجتمع هذا جزء لا يتجزأ من نشاط أي مؤسسة أو أي منظمة، لكن بشهر رمضان الكريم يكتسب طبع خاص بخصوصية الشهر الكريم. نعم. عرفتوا عليكي. فالآن كل مؤسسة ضمن المعايير اللي هي بتشتغل عليها لتتميز، الآن بتلاقي أحيانا شركات الصناعية والشركات التجارية، أحيانا حتى الجامعات، كلها بيكون جزء من أنشطة اللي هي بتشتغل عليها في شيء اسمه الكوميونيتي سيرفيس اللي هي خدمة المجتمع اللي لازم تقدمه، يعني يختلف عن طبيعة نشاطها. فمثلا قد تجد أنتم بالقناة هون عندكم أنشطة برامجية وأنشطة إعلامية، لكن في شيء مثلا ممكن تقوموا فيه اللي هو زيارة دار العجز والمسنين، احتفال شيء بالأطفال يخص الأطفال، لا يخص طبيعة وكينونة البرامج أنت عم تشتغل عليها. إذن هو شيء مع المجتمع وليس شيء داخل الموظفين أو بيئة العمل فقط. تمام. هلأ نحن ممكن نحن نحكي عليه بطريقتين، في خدمة مجتمع الخارجي واللي هو جزء من رسالة المؤسسة التي لا تتعلق بطبيعة أنشطتها، وأيضا جزء من خدمة المجتمع الداخلي. يعني خدمة المجتمع لما نحكي نحن ما نقصد موظفين وإنما عائلات الموظفين. جميل. فما يتعلق بالدائرة المحيطة بالموظفين، هذا الشيء يعني يعتبر ما يميز مؤسسة عن أخرى. لذلك بتلاقي مثلا بتلاقي الماراثون اللي بصير بكل شهر أربعة برعاية فودافون. نعم. بتركيا مثلا، هذا جزء من خدمة المجتمع اللي هي بتقدمه. بعض الجامعات، بعض المؤسسات ايضا تدير مشاريع صغيرة للشباب مثلا، اضافة لمثلا كفالات التعليم، العجزة والمسنين الايتام، بتلاقيهم احيانا مثلا بيروحوا بيعملوا نشاطات بيئية على البحر بينظفوا البحر. طب هذا شو بيضيف للمؤسسة؟ هذا بيعطيك أن المؤسسة هي مو غاية الربح فقط، هي جزء من تحقيق اهداف المؤسسة، عفوا الحكومة. هون شو بصير؟ عادة الحكومات لما بتضع خطة خمسية لعندها، فكل دائرة حكومية بدها تحط خططها الاستراتيجية لتحقق الهدف الاستراتيجي للدولة، فبشي بيسموه شراكة القطاع الخاص. مثلا إذا كنا عم نحكي على القطاع الخاص، شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تحقيق أهداف الدولة. فبصير أنه القطاع الخاص أحيانا ينظر إليه نوع من أنواع هيك المفترس اللي هو عم يحاول فقط يحقق الربح ويهضم حقوق الموظفين، وبالرغم أنه أحيانا هو بيكون عم يعطي أكثر. فبيجي القطاع الخاص هنا عم يحكي بيقول لا، أنه نحن موجودين أيضا، نحن إنا مساهمات مجتمعية، نحن أيضا ممكن نساهم بتحقيق أهداف الدولة إنسانية وأهداف الحكومة من خلال مساهماتنا المجتمعية. جميل. نعم. طيب شو هي الممارسات الإدارية اللي ممكن يعني تجعل من شهر رمضان شهر استثمار سواء للموظف ولا للمدير ولا للمؤسسة بشكل عام؟ الآن أخي الكريم، النظرة المأخوذة عنا أول ما هيك واحد يقول لك شهر رمضان ودوام، معناته إذا كنت بلبس جرافة بطل بلبس جرافة الصبح. وإذا كنت مثلا أنا أحرق دقني بالأسبوع مرة، معلش خليها أسبوعين ما حدا شايف أنا تقي. للأسف يعني مربوط كتير بشهر الكسل، هذا هيك انطباع صار عنا، يعني تراكمي، هذا الانطباع تراكمي. أيضا أنه معلش لا حدا يحكي معي الصبح، ممكن ابدأ روق أنا إن شاء الله من بعد قبل نهاية الدوام بساعتين. فهذا الشيء هذا انطباع صار عنا أنه هيك هو الدوام، لكن الأصل يعني أنا ما بدي فوت بالتأصيل أنه لا هو شهر عبادة ولا لا، مو هيك، هو فعلا شهر إنتاج. يعني هو أنت لاحظ كل المنجزات، كل الإنجازات اللي صارت بتاريخنا الإسلامي كان معظمها بشهر رمضان، شهر رمضان مرتبط الآن بشهر رمضان. نعم. كمؤسسات سواء كانت بالقطاع الخاص أو بالمؤسسات الحكومية والدوائر الحكومية، أخي الكريم شهر رمضان لابد أنه يتم الإعداد. أنتوا كيف تعدوا البرامج هون لشهر رمضان؟ كم شهر عم تشتغلوا فيها؟ أنتوا صاركم يمكن من وقت الافتتاح الثاني وعم تشتغلوا كيف بدنا، شو بدنا نقدم برمضان. نفس الشيء جميع المؤسسات والقطاعات لابد أنه تعمل رمضان فرصة، يعني إذا بتحب ذاتها هي المؤسسات لتبرز اسمها خلال بالوسط واللي عم تشتغل فيه. كيف هذا الشيء بصير؟ الآن سواء من ناحية داخلية بما يتعلق بالموظفين، ما المانع أنه يتم
تكريم الموظفين المتميزين. ما المانع من أنه يتم عرض الخطط المستقبلية للمؤسسة بشهر رمضان من خلال حفل إفطار جماعي مثلا؟ جميلة. لأن احنا بدنا يكون دائما حفل الإفطار هو بس أنه جزء من الأنشطة التي يجب أن نعملها، مشان نتصور على فيسبوك وقاعدين هيك عم نحتفل ونعمل هيك وكذا وخلصنا وفرحنا. لا ليه لا. ليه هذا الشيء؟ صحيح. ليه ما يكون في عنا برنامج ونبدأ يكون في إنتاجية واضحة ونعد له ويتم إعداد البرامج ونعمل فرق العمل فيه، وأيضا تكريم مثل ما تفضلنا تكريم الموظفين فيه، الإعلان مثلا عن الترحيب بموظفين جدد، توديع موظفين استقالوا راحين. فكل هذا لما بيكون بتعملوا بحفل إفطار يدعى إليه العاملين. مثلا أنتوا بقناة دار الإيمان هون هذا اقتراح، هلا إجابة، ليه ما تجيبوا الضيوف اللي إجوا لعندكم مثلا خلال الفترة الماضية وتعملوا لهم حفل إفطار؟ مقصودة هاي الشغلة. إيه مقصودة. سجلوها الإدارة عم تسمعك. إيه سجلوها كمان مثلا. لا هو ما شاء الله أول شيء عنده معلومات كتير مهمة، يعني إنه من وقت الافتتاح الثاني عم تحضروا رمضان، فهو بذاكر من ورانا عن الشيء. لك شو فعلا هاي بتعمل علاقة طبعاً، يعني طبعا سواء كان بمؤسسات المجتمع العام او داخل المؤسسه 100%. طيب في اضافه ولا ممكن انت على موضوع الدوام؟ في نقطة ذكر الاخ كريم عم يقول انه الموظف كيف بده يساوي. هلا للامانه خلينا نقول شيء، الموظفين اللي جايين على شهر رمضان في عندهم عادات يوميه، ما حقول انا سيئه لانه عادات يوميه، مثل واحد مثلا بيشرب 10 فناجين قهوه باليوم، هذا راح يقول لك انا خايف من رمضان، أنا مرعوب من شهر رمضان، أنا كيف يعني إن شاء الله يا رب هيك إني بس بيكون المود تبع. أخي أنت لازم تجهز حالك من قبل، يعني خفف، يعني بدل 10 مثلا. أنا كنت عم حضر حلقة مع الأخت آلاء عم تقول لي أنا عندي هاي المشكلة. نعم. قلت لها مفترض أنت من أول شهر شعبان وبلش، بدل مثلا 5 فناجين يصيروا 3 فناجين. صحيح. يعني ما بصير واحد يطلع. تعويض الجسم وتهيئة الجسم. لازم نحن نهيئ الجسم لأنه في خربطة بتصير بالجسم كله. نمط الساعة البيولوجية حتى بتساعد فعليا. يعني النوم، عدد ساعات النوم بيكون أقل وإلى آخره. فهذا الإضافة. طيب جميل. يعني أيضا وقت الدوام، يعني كتير هلأ موظفين بيستعدوا أو بيكونوا بينتظروا شهر رمضان لحتى يقل ساعات دوامهم. أيضا المرأة بتكون هاك اللي هم كيف بدي أوازن بين دوامي والتجهيز للإفطار، كيف ممكن فعليا نحكي أو ما هو الدوام الفعلي الأمثل والأصح خلال الشهر الكريم؟ شوفي أختي الكريم، هلأ نحن كنطاق جغرافي، هلأ في عنا بلاد ساعات طويلة بس جوا معتدل. نعم. في بلاد ساعات قصيرة بس جوه لهيب ونار. يعني صحيح مثلا دول الخليج كان الله بيعونهم. نعم. صحيح انه مثلا هن الامساك مثلا بيكون الساعه 5 والافطار ممكن يكون الساعه 6 ونص 7، لكن يعني ساعه واحده من عندهم تساوي يوم كامل عندنا. الفكره انه بدول الخليج يعني وهذا ممارس، يعني ما انه شيء جديد، انه دائما الدوام القطاع الخاص اللي بيتطلب عمل خارجي بيبدا من بعد الافطار. لانه ما يعني مستحيل انك انت تطلب من كان مسلمين او كان حتى غير مسلمين. يعني الاصل في الامور انه الدوام يضل مثل ما هو، يعني ما في شيء يتغير، لانه نحن كانه لما بنقول انه بدنا نقلل عدد الساعات معناتها عم نحس انه نحن ضعفاء وانه في عندنا مشكله. لا، هو الاصل انه كل شيء يضل كما هو. طيب كيف بس يتم اعاده التوزيع؟ الآن مثلاً السيدات اللي هن الله يعينهم بدهن يروحوا يعملوا حفلة الطبخ وحفلة إعداد الإفطار ورشة 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 مش حفلة، لأنه هي تمتد من بعد الإفطار إلى السحور، يعني كله شغل ما شاء الله. فهؤلاء يعني لازم يجوا بشوي بكير لا يطلع بكير، تمام، يجوا بكير لا يطلع بكير. أما الشباب مثلاً بحيث أنه ما نغطي ساعات العمل، ما في مانع أنه يتم، يعني مثلاً كنا بالجامعة نحن الساعة 9 يجوا السيدات يطلعوا مثلاً الساعة 3، الشباب يجوا مثلا ساعة 11 يطلعوا الساعة 5. نحن غطينا عدد ساعات الدوام، ما أخلينا بشيء، بس مجرد مارسنا نوع من أنواع المرونة. أحيانا قد يتم أيضا أنه يجي شخص يقول لك أوكي، ما في بعد صلاة الفجر إلى وقت الدوام الرسمي في ساعات طويلة، يعني لا أنت عارف تنام ولا أنت عارف أنك تقعد، يعني ما قادر تعمل شيء. كثير من الشركات بتحث موظفين اللي حابب يجي يداوم بكير كتير ما في مشكلة، بالذات إذا كان قطاع خدمي، كان قطاع مثلا أبحاث دراسات توظيف ما متعلقة بأشياء أخرى، تعب بكير وطلع بكير. فهذا بعدين نحن يا جماعة الخير عم نحكي على 22 يوم حقيقة، في كتير ناس عندهم السبت نص دوام والأحد إجازة، فأنت لما عم تحكي على 22 يوم، فالأصل أنه هذا يمرق مرور عادي ما يكون في هذا الشيء. هذا إذا عم نحكي على النمط الروتيني من الدوام. لكن إذا عدنا نحكي عليه من ناحية أنه حيكون في فعاليات، حيكون في أنشطة، صدقني أنه الناس حتيجي الدوام لن ما حتحس بالوقت، حتحس بقيمة الإنجاز، وفي ناس ما حتلحق تفطر بالبيتها.
من صحيح. كتر ما هي لأنه في عندها مهام وعم تشتغل من هذا فيه. المنطلق نحن فعليا بالأعلام هيك بيصير فينا، يعني نحن رمضان عنا ووركشوب للإنتاج فعليا طبعاً. فكتير أيام 24. ما بنفطر بالبيت، نفطر على الطريق، نفطر بالقناة يعني يكون. فبالنسبة لقطاع الأعلام يمكن حالة خاصة، أو خلينا نحكي عن مو بس يعني بالنسبة للأعلام، بالنسبة لكتير أعمال تتطلب خلينا نقول شروطها أنه حالات خاصة برمضان، أنه ساعات دوام طبعًا. أكثر إنتاجية بكون موسم العمل عندهم في هذا الشهر. أحسن شيء تعمل البرامج المعادي بنهار رمضان وتريحوا راسكم خلاص. إيش نعمل؟ برامج المعادي تكون بنهار رمضان أنتم مريحين، بس قبل الإفطار بشوية تبدو بقى تعملوا بث حي. فكرة هذا الشيء ما كان لازم ينقل على هو. لا ممزح ما في مشكلة، لكن فعليا يعني الحمد لله في تنظيم جميل بين الشباب وتوزيع العمل الكل ما بيقصر. طيب نيجي للقرارات الحاسمة، القرارات الإدارية، يعني كيف ممكن فعليا الإدارة تتجنب هاي القرارات اللي أحيانا بتكون صادرة بعض الشيء عن مرحلة غضب، وبرمضان يعني للأسف البعض بيدعي أنه بيغضب بفترة صيامه، فهل أنت مع وجود هذه القرارات أو لا نأجلها؟ حقيقة نحن قلنا الاحتفاء بهذه القرارات بشهر رمضان، الاحتفاء بقرارات التكريم برمضان، العلاوة، العلاوات، التكريم، الموظف المثالي مثلا، العكسية، الإنجازات، الأشياء هي يجب لا يعني لا ما في داعي تثار بشهر رمضان، يعني هو شهر سخاء وشهر كرم ما في داعي، يعني ما لقيت غير تحتكي بشهر رمضان مثلا حابب تعيده بهالموضوع، لا خلينا مثلا يا قبل يا بعد، لا تعكر الناس بهذا الموضوع. فنحن ما بدنا نكون شهر رمضان، يعني هو ما في يعني ما في شيء اقول انا انه لا يجوز، لكن ليه نحن نخصص يعني هاي الامور بهذا الشهر؟ نعم يحبذ انه لا تعمله هو شهر للتكريم، شهر للعطاء، شهر للعلاوات يا سيدي الكريم، شهر الناس جايه على عيد، فجميل انك تعكس شوف انت تخيل فرحه العيد مع فرحه انجاز الموظفين، وعندك برمضان ترى عده مناسبات دينيه بامكانك استثمارها، يعني عندنا غزوه القدر. بدر وفتح مكه وليله القدر وفي العشر اوائل من رمضان والعشر الاوسط، يعني عده فعاليات بالامكان انك انت تستثمرها وتخلي جو مميز، يعني تخلي الناس فعلا تشتهي ما تاخذ اجازه بشهر رمضان، ليش؟ لانه حيروح عليها كثير من الفعاليات. جميل، خلص يعني روح جميله داخل هذا الشهر في المؤسسات. طيب بالنسبه للتخطيط الاستراتيجي للموظف بشكل خاص، اذا انا بدي ابدا يومي واعرف تماما شو لازم اعمل وكيف بدي اقسم ساعات العمل. جميل 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 هالسؤال. الان شوف نحن بدنا نقر بواقع انه الانسان يعني جاي عليه تغيير مفاجئ. نعم. انسان متعود حتى يعني اللي ما كثير بتاخذ منبهات قهوه وكذا، لكن في شيء تغير، يعني شيء سواء كان من سيكولوجيا سواء كان من الناحيه الغذائيه. الان ينصح انه لما بيكون في اجتماعات تكون ببدايه الدوام، يعني الانسان لساته جاي بطاقته محترم حاله لسه، بقول لك يا صباح يا صباح يا صباح يا فتاح يا علي يوم جاي. فبيجي بيعمل اجتماعاته، بيتخذ قراراته، بيجتمع مع الموظفين، الاشياء اللي بدها جهد ذهني بتكون من الصباح. الان بعد ذلك اذا في شيء روتيني، يعني شيء روتيني مثلا بده يخلص تقرير، بده يكتبه، بده يعمل فايلينج ارشيف شغلات هالامور، بده يبعت ايميل عادي يخليه بالنصف الثاني من اليوم. اثناء هذا هو وعم يشتغل، يعني ينصح انه بالذات الاماكن اللي فيها مثلا هواء يفتح، يعني يطلع يتمشى شوي ويرجع، ترى انه كمان ياخذ شويه أكسجين. يعني بالضبط انه ينعنش معنى اخر. الوضوء المستمر حتى لو انه مثلا يعيد وضوءه ما مشكله. ليش؟ لانه هذا بيعمل له انعاش، يعني شويه بينتعش بدون استنشاق زايد ومضمضه زايده، يتوضى احنا ما لنا لك تمام بالضبط. فهي الامور اخي والشغله كلها ترى تعب اول يومين، بعدين صحيح. الجسم اصلا بتعود. لحاله بيتعود بيضبط ساعته البيولوجيه ممتاز، يعني خلاص بينضبط وهالامور. فنحن لا خلينا نعطي للناس انطباع انه فرصتكم من الآن تخططوا، لسه ما زال أمامنا 10 أيام يا رجل. بلديات هون بإسطنبول تعرفوا أنتوا حفلات الإفطار اللي بيعملوها. نعم والبرامج اللي بيعملوها عم يشتغلوا عليها من إمتى هذا الشيء؟ وبتشوفوا عم يعملوا تكتلات وجماعات وأنشطة ويلا وشو كل واحد دوره، وبين الأحياء في توزيع يعني جميل، والأسواق اللي بيعملوها الصغيرة والسحور وغير، بقى عندك الابتهالات دي، فبتحس بطعم آخر. طب
طب يعني شو اللي يعني شو الفرق مثلا؟ ما هذا شغل، هذول عم يشتغلوا ترى، يعني مو انه طيب جميل. انت ذكرت التخطيط بالنسبه للموظف، كيف انه فعليا يقسم وقته بطريقه صحيحه لحتى يكون معطي اكثر، منتج اكثر بهذا الشهر الكريم. ايضا هناك دور على المؤسسه في كسر الروتين او كسر حاله الملل اللي ممكن تصيب الموظفين، لانهم دائما بيكسروها بوجبات الطعام، بتحضير الشاي، بالقهوه، بتكسر شوي اوقات العمل، لكن كيف ممكن فعليا يتم عمل جو داخل هذه المؤسسه في فتره الصيام في شهر رمضان؟ هلا نحن لما عم نحكي خلال فترة الصباح مثل ما ذكرنا، اليوم نحن يعني يوم منخلي شهر رمضان عبارة عن إدارة مشاريع، عبارة عن إدارة مشاريع وبرامج ستقام خلال هذا الشهر، فأنت يعني حولت العمل اليومي إلى جزء من كينونة مشاريع عم تشتغلها مشان ما شيء بعد الإفطار رح نعمله. نعم. عرفت علي كيف؟ فبصير هون بقى يعني هي امتداد لما قبل رمضان لتنفيذ هاي المشاريع خلال شهر رمضان الكريم. فالإنسان طلع من نمط العمل اليومي، يعني هذا اللي نحن عم نحكي عليه، التخطيط الاستراتيجي اللي ممكن تعمله المؤسسة. نكسر هذا الروتين، نكسر هذا النمط. وبالمناسبة حتلاقي إنه الناس الموظفين ما بعد هذا الشهر بقول لك خلينا نحن نقلد هذا النمط، يعني ليه نحن ما نقود أعمالنا اليومية بطريقة مشاريع، بطريقة أنه في برامج بدنا نعملها، ليش نحن بس نخصصه بشهر رمضان؟ يعني في مهام أكثر ما أنه يكون في ساعات دوام. بالضبط، ساعات الدوام لتنفيذ هاي المشاريع، يعني نعم. تحول بسموها بإدارة مشاريع Project Based Organization، الإنتاجية أكثر بتكون. بالضبط، أنه عم ندير أعمالنا اليومية على هيئة مشاريع. هون بقى دور المدير التنفيذي انه كيف يخلي الموظفين يغير هذا النمط. فرق عمل قاعده عم تشتغل، عم تجتمع، يلا انتم مسؤولين عن هذا البرنامج اللي حيكون بيوم كذا برمضان، انتم مسؤولين عن هذا اللي حيكون بيوم هيك برمضان. حتلاقي خليه عمل نحل عم تشتغل وكله عم يحاول ينتج ويبرز، بالذات مثلا انتم بمجالكم الاعلامي حقيقه كان الله بعونكم. انتم بالايام العاديه الواحد بحس انه ما بيعرف لكم يوم، بتداوموا الصبح مساء، ما بيفهم. نعم. صبح بشوفكم بالسوق، بالليل بتداوموا هون، والله شغلتكم شغله توزيع الساعات. لكن جميله فكره فرق العمل فعليا، يعني خصوصا باجواء الصيام وباجواء خلينا نحكي بكون شوي فيه هيك زي كسل او ملل عند الموظف، بيعطي حاله تنافسيه. نعم. وحاله من اجواء العمل. طيب احنا بنشكرك جدا على هذه المعلومات القيمه، سعيدين فيك استاذ بلال. وبيعنا يعني سؤال بعيدا عن رمضان، بس رح نبقى بالاداره، لو كانت مديرتك امراه كانت مديرتك امرأة؟ هلا أنا اشتغلت بجامعة لمدة 8 سنوات، فعلا كانت مديرتي امرأة. احكي لنا عن التجربة شوي. وكانت سنوات لا تنسى على ما يبدو. لا هي منيح ما كان سبعة، لو كنت سبعة عجاف مثلا، لا هي تنسى. حقيقة أخي الكريم يعني بيعتمد على شخصية الامرأة. إذا كانت مثلا هي تؤمن بشيء بيسموه learning organization، المنظمة المتعلمة، فبتلاقيها بالذات المرأة أكثر قدرة من الرجل للأمانة أنه تحفز موظفينها. يعني هي ما عندها نوع من أنواع أنه أنا بدي أشوف حالي، خلاص هي بالعكس هي عم تبذل جهدها لتشوف حالها من خلال موظفينها، هيك الأصل. صحيح. أنا هذا الحقيقة للتجربة اللي كانت معي، لكن من بعدها قررت أني ما أصير مدير. ليه؟ لانها كانت تجربه كثير ايجابيه. بتعرف انا اعتزلت اني اكون مدير، انا ممكن اكون استشاري بس ما اكون مدير. يا الله يسامحك بهالدرجه، لكن احوال يعني بوجه لها تحيه وين ما كانت، وان شاء الله بتكون يعني غيرت من طباعها. لا كويس. طيب احنا وجهنا هذا السؤال باستطلاع، لو كانت مديرتك امراه، خلينا نشوف مشاهدينا شو كانت اجابه اللي سالناهم هذا السؤال في الاستطلاع، نشاهد. لا بالعكس، يعني هو كان يعني جربت انا، في عندي امثل يعني كشغل كانت مديرتي امراه، بالعكس كان الشغل افضل يعني معها. لا فيش مشكله عادي، لان المراه نصف المجتمع. بالعكس شيء حلو يعني تكون مثلنا يعني مثل امراه، مثلنا يعني زينا يعني. لا بالعكس بريحني، لانه كونها مراه بتعرف ظروفي، يعني بتمشي الامور معي انه هي مراه مثلي مثلها. يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا مشاهدي صباح الإيمان، ووصلنا لفقرة المدونات، واليوم اخترنا لكم مدونة من مدونات أراجيك للكاتبة هدى أشنايبي بعنوان هذه الحقائق ستجعلك تتوقف عن تصديق نظريات المؤامرة.
طبعا الاحتباس الحراري كما يقال كذبة ما لا أساس من الصحة، والعالم بيتم حكمه من طرف حكومة سرية غامضة وشريرة. الغرب طبعا بتأمر علينا هيك بيقولوا، وبيمدنا بسلع وأطعمة مصممة لتخفيض مستوى الذكاء. النزول أيضا على سطح القمر كذبة اخترعتها المخابرات الأمريكية، وهي الأخيرة هي اللي بتعتبر مسؤولة عن مقتل جي اف كينيدي، واللي بتخفي عن العالم اكتشافها وجود كائنات فضائية زارت كوكب الأرض منذ زمن طويل. بالحديث عن كائنات فضائية، ربما يكون حكام العالم زواحف اجوا من الفضاء بعدين قاموا بالتخفي على شكل إنسان، ممكن يعني بتتخيلوا أن هذا الموضوع سخيف، أو هي العبارات سخيفة وما بتحترم ذكائكم. صدقوا أو لا تصدقوا، هذا الأمر يعني موجود، وهي نظرية يؤمن فيها عدد كبير من الناس حول العالم، تماما كما يؤمن الملايين بنظريات مؤامرة أخرى قد تكون أكثر إقناع نظرا للمبررات والتفسيرات اللي بيتم إعطائها، لكنها تبقى أولا وأخيرا نظريات بتصب كلها ببحر الشك اللي بيغذي فكرة كوننا أشخاص بيتم خداعنا بشكل يومي من طرف أشخاص بيسيرونا وبيتحكموا بمصيرنا وبقراراتنا، لأنه نحن ما منمثل أكثر من دمى بتعيش لتنفيذ هي المخططات. اليوم بندعوكم للتريث شوي وإعطاء أنفسكم فرصة للتعرف على بعض الحقائق، لعله يعني الأمر هذا بيقلل من نسبة تصديق هذه السخافات. صفاء، شو رأيك بنظرية المؤامرة؟ نظرية المؤامرة يعني للأسف هالنظرية المنتشرة بين كتير أشخاص ميران، واللي برأيي يعني لأجل حالها هيك نفسيا، يقال إنه في ناحية فطرية عند الإنسان إنه الأحداث الكبيرة دائما مرتبطة بأسباب كبيرة، يعني لابد أنها تكون مرتبطة بسبب كبير، فيعزى ذلك لنظرية المؤامرة ربما من جانب فطري إنساني خلينا نحكي، لكن من جانب نفسي أيضا يقال في نظرية المؤامرة إنه الإنسان اللي عنده شك داخلي دائم ومستمر دائما بيكون عنده شك في حقيقة الأشياء، فبينسبها لمؤامرة أو لشيء خارجي كبير لنقول. وأيضا يقال في دراسات بأنه الأشخاص اللي عندهم نرجسية، للأسف إحنا النرجسية دائما بنشوفهم إنه عندهم ثقة بنفسهم، لكن هم من جوا بيكونوا كتير ضعاف ومهزوزين، فيربط هذا الشيء نفسيا بأنه يكون يعزو ذلك إلى نظرية المؤامرة. صحيح صفاء، مثل ما حكيت كمان هدى بالاقتباس من المدونة اللي رح نقراها، هدى بتقول إنه تصديقك لهذه النظريات ممكن يدل على كونك شخص نرجسي مثل ما ذكرت صفاء. في دراسة أجراها باحثين من جامعة كينت البريطانية أظهرت النتائج على أنه الإيمان بهذه النظريات مرتبط بحالات نفسية سيئة، وتحديدا بالأشخاص اللي بيتمتعوا بشخصيات أنانية نرجسية، والأسوأ أولئك اللي بيعانوا من تقدير سيء للذات، وهو الأمر اللي لا يحمل أي تناقض إذا علمنا أنه تم التوصل إلى أنه النرجسية مرتبطة بسوء تقدير الذات، وإن كان أصحابها يظهرون العكس. بتتابع الكاتبة قولة نظرية المؤامرة بتجعل حل المشاكل الجادة أمر عسير، فبتقول استسلامنا لتحكم القوى الخفية بيجعلنا غير قادرين على حل المشاكل اللي منعاني منها، فتصديق هذا الموضوع تآمر أستاذك عليك مثلا رح يمنعك من الدراسة بشكل أفضل. تصديقك لكونك ما رح تكون ناجح أبدا في حياتك، لأنه في أشخاص مالهم هم وشغل غير أنه يعرقلوك، رح يمنعك هذا الموضوع من التقدم والبحث عن نقاط ضعفك وتصحيحها، وهو الأمر اللي بينطبق على باقي القضايا الكبيرة كالصحة وحقوق الإنسان والتعليم في عالمنا العربي على وجه الخصوص، اللي نام واستسلم لفكرة أنه التعليم سيء لأنه الآخرين ما بيريدونا نحن نتقدم، وحقوق الإنسان ما هي إلا كذبة اخترعتها البشرية. يعني عزيزي المشاهد، لست محور الكون، إذا أقنعت نفسك بهذه الحقيقة فإنك ستكون سلكت منتصف الطريق المؤدي إلى تمتعك بعقل ناضج. ما بتشوف السخافات طريق لإله، العالم ما بيتأمر على دورتك، وما في حدا بينتظر تحقيقك لأبسط نجاح في انتظار أنه يفجره بأنه يطلق عليه قذائف معينة شريرة أو قذائف بعيونه خلينا نقول، اللي بتحطم كل شيء حققته أنت. وإذا أردنا أنه نتحدث بشكل أكبر،
فما بتقوم منظمة الصحة العالمية بإطلاق خبر ظهور مرض وهمي فقط لكي تقوم ببيع الأدوية، وما بتقوم شركات الأدوية بإخفاء علاج الأمراض المستعصية الكبرى مثل السرطانات والإيدز فقط لكي تستمر في بيع أدوية أخرى. فإذا أرادت أن تكسب المال من وراء هذه الاكتشافات فلا يوجد من سيوقفها أو يمنعها، فقط استخدم منطقك وستجد أن هذه الأفكار مثيرة جدا للسخرية عزيزي المشاهد. وإذا لم تتمكن من ذلك قم ببحث خفيف سيعرفك على إنجازات وأرباح ومشاريع هذه الشركات، لتجد أن لديها حجما أكبر بكثير من هذه التخاريف، وأنها تدار من طرف أشخاص يتمتعون بخبرة ومستوى تعليمي أرقى من أن يجلسوا على طاولة بغرض التفكير في كيفية يعني خداع سكان الأرض الحمقى كما تقول الكاتبة. مشاهدينا يعني للأسف يعني نظرية المؤامرة وحيثياتها المدونة جدا مهمة وخطيرة، وعم توضع إيدها على ظاهرة متفشية في مجتمعاتنا العربية. نعم. وهي ظاهرة خلينا نحكي العلاقة، يعني أي خطأ أو أي شيء إحنا مقصرين فيه دائما يوضع على علاقة إيش مؤامرة، فإحنا هيك عم زي كأن إحنا عم نسكن داخلنا وعم نعمل نوع من الهدوء النفسي للأسف الوهمي إنه عم نغطي العجز، بالضبط عم نغطي العجز الذاتي اللي نحن معنا ولنفترض كان على المستوى الفردي ولا على المستوى المجتمعي، عم نغطي هذا العجز بأنه في حدا بكبلنا نحن ما عم نقدر نشتغل فعليا. لو نحن قدرنا نفكر بشكل منطقي وكل حدا قدر يعني يثير الميزات تبعيته الشخصيه فرح نعمل مجتمع كثير عظيم. يمكن يعني كمان احنا بس يعني المشاهد يسمع المؤامره، ما عم نحكي كمان بس بالمؤامره الكبيره الدوليه اللي منتشره في المجتمع العربي، لكن صارت توصل لابسط الاشياء للاشخاص اللي عم يعزوا كسلهم وتقصيرهم وقله نجاحهم الى الحسد والعين والى اخره. نعم نعم نعم. هاي الامور اللي كمان يعني بيعتبروها مؤامره عليهم، فبتعمل عندهم نوع من الكسل، نوع من الاحباط خلينا نحكي، ومن العلاقه والشماعة اللي بيحطوا عليها، خاصة في ظاهرة انه مثلا انه فلان عم يحط لي العصي بالدواليب، فلان اصلا ما شايلك من ارضك يعني ومتابع مسيرته وماشي لقدام فعليا يعني لست محور الكون. مشاهدينا رح نتابع بتتمة الجولة على المدونات ومن بعدها بنكمل في الصحافة ضمن الحلقة. مشاهدينا متابعين ورح ننتقل للصحافة، والبداية مع صحيفة العربي الجديد، وجاء في عناوينها واشنطن تتوقع ولادة داعش جديد، هكذا قالت الصحيفة، حيث شاء السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سليمان أمس الأربعاء أن يترك توقع إدارته بولادة تنظيم جديد، تنظيم دولة جديد في بلاد الرافدين، من رحم التنظيم الحالي على شكل تصريح مثير وغامض من دون تفاصيل، في وقت تعاني فيه القوات العراقية طبعا المشتركة في تحرير بقية الأحياء التي لا تزال في قبضة التنظيم في الساحل الأيمن للمدينة الشمالية الموصلة. أيضا في على عناوين مشاهدين أمريكا روسيا فيلم تجسس طويل، وفي تفصيل الموجز تبدو ورطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في عالم الجاسوسية الروسية بلا نهاية، كأن العالم أمام مسلسل أمريكي طويل بطله روسي. أيضا من العناوين في العربي الجديد فرنسا حكومة بمفاجآت وأجندة اقتصادية يمينية.
من العربي الجديد ننتقل بكم إلى القدس العربي، وجاء في عناوينها قمة ترامب في الرياض ستمهد لحلف ناتو عربي، سيوقع أكبر صفقة عسكرية في التاريخ، وسيحث زعماء العالم الإسلامي على مكافحة التطرف. أيضا من العناوين في القدس العربي، يعني حفتر يشهد عرضا عسكريا كبيرا، ويلتقي رئيس الأركان المصري في بنغازي. مسؤول مغربي يصرح قواتنا العسكرية في الحسيمة بسبب سبتة وميليليا الإسبانيتين وليس لمواجهة الحراك الشعبي. أيضا رئيس الاحتلال الصهيوني وكما قالت الصحيفة إسرائيل رؤوفين ريفلين يستقبل رؤساء قبائل أردنيين ويحدثهم عن القرآن وألف ليلة وليلة. إلى صحيفة الحياة، وجاء في عناوينها ترامب يشدد على وقف الإرهاب الأصولي، أيضا إنزال للتحالف على الحدود السورية العراقية، روحاني يحض الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية الباسيج على عدم التدخل في الانتخابات. أخيرا نختتم مع صحيفة المستقبل اللبنانية، وجاء في عناوينها الحريري إلى قمة الرياض مواقف علنية ومعروفة. أما المعارضة السورية فتصرح أولويتنا الانتقال السياسي. أيضا هجوم معاكس للأسد المتأهب في الأردن. كان هذا كل شيء في عناوين الصحف لليوم، لنذهب إلى جولة الكاريكاتير الصادر هذا الصباح. مشاهدينا، انتهينا من فقرة الصحافة والمدونات، ونحن رح نروح يعني متابعين بصباح الإيمان، رح نروح لفاصل ومن بعدها شوفي عنا بعد الفاصل ميلان، عنا صوت عراقي جميل، البحة العراقية المميزة. بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا. أسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، متواصلين معكم في صباح الإيمان. وفي ختام هذا الموسم قبل رمضان وقبل هذا الشهر الفضيل، سنختم بصوت عراقي من الموصل، الصوت العراقي الجميل الذي يصحبه هذه البحة الجميلة مع المنشد والقارئ الأستاذ عبد الله العبادي. منرحب فيه بالاستوديو، أسعد صباحك أستاذ عبد الله. حياكم الله، صباح الخير. أسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. الله يرضى عنكم، صباح الخير، وصباح الخير على المشاهدين الكرام. طبعا استاذ عبد الله، حضرتك عراقي من الموصل، كيف اثرت الذخيره العلميه والثقافيه المعروفه يعني للبلد، خلينا نقول بحياتك؟ والله هي كانت تاثير اسري قبل ان يعني يكون تاثير مجتمعي، فاثر فيني الوالد رحمه الله عليه، كان من اهل العلم والصلاح، وشقيقي الأكبر كان ولا زال إماما وخطيبا، فتأثرت فيهم وورثت منهم الصوت الجميل، يعني تقدرين تقولين هذا الشيء. وكان بحكم قرب داري من دار شيخ قراء الموصل رحمة الله عليه، فقرأت عليه يعني من أول صبايا. نعم. الشيخ القراء الشيخ علي حامد الراوي، وقرأت يعني بعد ما سافرت خارج العراق على أغلب قراء العالم الإسلامي، منهم شيخ قراء الشام، شيخ قراء مصر، شيخ قراء غازي عنتاب، شيخ قراء اسطنبول، الأستاذ الدكتور يحيى الغوثاني في المسجد النبوي الشريف. فهذه وهذا يعني السر يعود إلى دعوة والدتي الله يحفظها، كانت دائما تدعو لي اللهم اجعل ولدي عبد الله من أهل القرآن. ما شاء الله، وربنا استجاب لها الحمد لله، ربما كانت يعني ساعة إجابة. جميل، فجزاها يعني الله عني
خير الجزاء. آمين يا رب. يعني عبد الله ذكرت القراءات وأنك ما شاء الله قارئ ومتقن لعدد من القراءات، كيف تميز بين هذه القراءات وكيف تفصل أثناء القراءة بأن هذه القراءة مختلفة؟ وقبل يعني الحديث عن هذا، أخبرنا عن قراءة أهل الموصل والعراق تحديدا، ما هي القراءة المتبعة؟ شوفي، بصورة عامة بلاد المشرق العربي يقرؤون برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وطريق طيبة النشر بقصر المنفصل. بلاد المغرب العربي اللي هي المغرب يقرؤون برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. وكذلك الجزائر، تونس تقرأ برواية قالون وجزء من ليبيا وجزء من الإسكندرية. السودان يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. حضرموت اليمن يقرؤون برواية بقراءة أبي عمرو البصري برويه السوسي والدوري. طبعا سبحان الله، هم بيقرأوا حسب لكنتهم ولسانهم. نعم. الدارج. نعم، وهذا يعني من باب التيسير على الأمة الإسلامية. أما الفرق، كيف نفرق ما بين القراء؟ لكل قارئ من القراء العشرة أصول وفرش. الأصول نعني بها القواعد التجويدية لهذا القارئ، يعني مثلا حفص عن عاصم يقرأ المنفصل المد المنفصل بالتوسط أو فويق التوسط ومن وافقه من بقية القراء. نعم. وهكذا نميز هذا من ناحية مثلا يعني. أما من ناحية الفرش، الفرش معناته صرف الكلمة، تغير صرف الكلمة. يعني مثلا من القراء السبعة اثنين اللي هم عاصم الكوفي والكسائي الكوفي صاحب المدرسة. نعم. الكوفية باللغة قرأوا أو قرأ مالك يوم الدين بالألف بعد الميم. أما بقية القراء قرأوها ملك يوم الدين. الفروش هي الأشياء اللي ميزت هذه القراءة عن غيرها من القراءة. لا، التي كلمات. هو الفروش هو ما طرأ على صرف الكلمة، بنية الكلمة. يعني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، قرأها بعض القراء تبارك الذي جعل في السماء سرجا وجعل فيها سراجا وقمرا. تغيرت بنية الكلمة. نعم. لكن المعنى أكيد. نعم. واحد. نعم المعنى واحد. نعم. يعني بعض القراء يقرأوا على الجمع، يقرأوا على الإفراد وهكذا. جميل. نعم. طيب عبد الله، حبذا لو تسمعنا يعني الذكر الكريم، آيات من الذكر الكريم بإحدى الروايات اللي أنت بتجيدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما شاء الله. لاحظنا شوف الاختلاف الذي طرأ في هذه الآية هو إدغام الراء من كلمة شهر في الراء من كلمة رمضان، شهر رمضان، هنا صار إدغام التماثل للسوسي. نعم. وهذه أنا اخترت وجه واحد، هي فيها ثلاث أوجه، الإدغام المحض والإدغام المشمم والإدغام الذي يحدث فيه روم، وهذا فيه تفاصيل. وأخذت الإمالة في النيسي. نعم. هذه أهل المغرب يمكن بيعملوها أكثر. لا الإمالة. لا لا. ورش لا النافع يعني ولا. يعني ورش ومن وافقه. أبو عمرو البصري ومن وافقه، حمزة الكوفي ومن وافقه. إحنا نقول ومن وافقه يعني حتى يعرف الناس ليس لكل كلمة أو آية في القرآن الكريم لما يسمعون القراءة السبعة والعشر يعني بمعنى عشر مرات نعيدها. نعم. لا. بعض الأحيان يتفق القارئ مع القارئ الآخر فنقرأ أمور متشابهة. نعم. نعم. طيب للقارئ دائما لازم يكون في عنده ضلاع يعني خلينا نقول او يكون ضليع بالتجويد بعلم. نعم. ليس كل من تصدر للإقراء هو مقرئ. نعم. نعم. بعلم التجويد، انت بتدرس تجويد. نعم. وقرآن كريم، حدثنا عن هذا الموضوع. شوف قبل كل شيء قارئ القرآن او مدرس القرآن الكريم يجب ان يخلص النية لله سبحانه وتعالى وان يكون متمثلا بأخلاق القرآن الكريم أولا. نعم. الأمر الثاني أن يكون ضابطا لقراءة القرآن الكريم بالروايات التي تلقاها. لماذا؟ كي ينقل القرآن الكريم للأجيال اللاحقة كما أخذ من العلماء. نعم. لأن يعني قراءة القرآن الكريم هي أمانة يجب أن تنتقل على يد عدل ضابط لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فليس يعني ولا يتساهل يعني الآن مع الأسف يعني يتساهلون في منح الإجازات يعني هذا يعني ما لم نتلقاه. صحيح. لابد أن يكون يعني التأكد من كل كلمة. نعم. قراءة بشكل. نعم. صحيح وحسب التجويد. طيب يعني عبد الله أنت أيضا ما شاء الله صوتك الجميل في هذه القراءة، قراءة القرآن، وأيضا استثمرته في موضوع الإنشاد، يعني كيف كانت تجربتك الإنشادية؟ كيف بدأت بخوض غمار الإنشاد والدخول إلى هذا المجال؟ شوف الإنشاد تأثرت في أصوات كبار المنشدين منهم المرحوم توفيق المنجد رحمة الله عليه والأستاذ حسن حفار، فتأثرت في أصواتهم وكذلك صوت المرحوم محمد رفعت القارئ المصري. أكيد صوت جميل. رحمة الله عليه. فبدأت أدرس علم المقامات وفروع علم المقامات وأجناسه وانتقالاته على أساتذة هذا الفن في الموصل، وقرأت على أستاذ من بغداد وفي كركوك أيضا. نعم. فقرأت القصائد وموشحات الموصلية يعني فوظفت علم المقام في قراءة القرآن الكريم. نعم. يعني يكون النغم خادما للأحكام التجويدية. يعني حتى لا يكون هناك خلل في الأحكام على حساب القواعد التجويدية. هو للأسف اللي عم نلاحظه عند كثير قراء صوت جميل يتغنى بالقرآن لكن يفقد القرآن. نعم. العديد من الأحكام التجويدية. وهذا من اللحن الخفي الذي لا يعرفه العوام. يعني اللحن الخفي هذا يسمى في عرف التلاوة. طيب يعني أنت ما شاء الله دارس للمقامات ومتعمق في هذا العلم، لابد أن نسمع هيك ابتهال أو شيء جميل بصوتك. الله بما أنه رمضان على الأبواب. نعم. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، وشفيت من كل القلوب
وشفيت من كل القلوب غليلا. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها. اللهم اجعلنا من المتقين. آمين. يعني شوقتني هذا الشهر الفضيل. شباب ما يصح. كمان في موضوع يعني نحن بدنا ما شاء الله متعدد المواهب، شو سر اهتمامك بالخط العربي؟ ايضا يرجع على الفقره الاولى، ايضا المرحوم والدي كان خطاط. طيب فتاثرت في خطه ما شاء الله. أي. نعم. طب تعتقد انه اضاف لشخصيتك شيء الخط العربي؟ شوف الخطاط لما يكتب لازم يكون هادئ، فادنى خلل يخرب الحرف بيده. في صبر مثلا؟ طبعا. لان لا لا يعني شوف لازم يكون عند الخطاط فد ميران فد دربة حتى يصل إلى المستوى يعني إجادة فد الحروف. فد تقصد بها كثير بالعراقي. فد شيء. فد. إيه أنت تقولون إشي. إشي آه شي. فد معناها شيء. شي. يعني عشان نوضحها للمشاهدين. في شيء. في شيء. إحنا فأدغم صارت فد شيء. فد شيء. فد نعم. شيء. إيه. طيب هلا نحن نعرض اللوحة اللي جبت لنا إياها لصباح الإيمان. شو يلا رأيك؟ يلا. يلا. هذه في خط الجلي ثلث. مشكور طبعا هاللوحة الجميلة باسم صباح الإيمان. هاي بمناسبة يعني ختام الموسم. ختام الموسم. مشكور عليها. الله يبارك فيك. يعني ما شاء الله من القراءات والإنشاد والخط، وأنت كذلك تكتب، يعني لازلت في العمر صغير في العشرينات لديك 5 كتب مطبوعة، حدثنا عن تجربة الكتابة. شوفي بالعلم لا يجوز التأليف إلا بعد 40 في المصنفات الكبيرة، لكن عندنا علم اسمه العلوم النقلية. علم القراءات هو من العلوم النقلية، يعني نعم. ربما واحد يقول أنت كيف تكتب في هذا العمر. نعم. علم القراءات وعلم التجويد هو من العلوم النقلية التي تناقلها الناس عن العلماء من 100 للهجرة إلى عصرنا هذا. اللي صار في علم القراءات إما اختصروا العلماء أو أفردوا ما في أمهات الكتب والمتون. إلى عصر ابن الجزري رحمة الله عليه في 107 اختصر أضاف عفوا القراءات 10 في هامش كتاب التيسير وحققه وأصبح عندنا القراءات 10 أضافها. والإمام أبو عمرو الداني كتب كتاب التيسير والشاطبي اختصره في منظومته المشهورة. هذا كل الذي حدث في علم القراءات. نعم. ما يفعله الآن الناس هو إما يختصرون أو يجمعون في كتب واحد. فما فعلته أنا في الكتب هذه اختصرت قراءة أبو عمرو البصري بأصولها وفرشها. نعم. واختصرت قواعد شعبة عن عاصم الكوفي بفرشه في كتاب كامل. وكتبت كتاب التجويد هذا في أول يعني إجازتي في ما شاء الله. التجويد ما شاء الله. يعني عبد الله نحن سعيدين جدا بتواجدك معنا. شكرا لتواجدك. نحن رح نرجع لك يعني، بس كمان خلينا نحن بختام الحلقة مشاهدينا وختام الدورة البرامجية، انتظرونا نحن ببرامج جديدة أكيد في رمضان وعودة صباح الإيمان إن شاء الله بعد رمضان. صفاء. صحيح ميران، وأكيد متابعين معكم دائما على مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانكم متابعة الحلقات وسلسلة الضيوف الدائمين عبر اليوتيوب في قناة دار الإيمان. ولابد أن نشكر فعليا الضيوف اللي رافقونا
في هذا الموسم. يعني الأستاذ علي العلاو كان في فقرة الأعمال اليدوية، كل الشكر له. نعم، وأيضا في فقرة السوشيال ميديا الأستاذ عبد اللطيف نجم، فقرة الإسعافات الأولية مع الأستاذ بلال سنهوب، وأيضا فقرة ريادة الأعمال مع الأستاذ عمر يوسف، وفقرة الإدارة كذلك مع الأستاذ بلال الصالح الذي كان برفقتنا اليوم، فقرة التعليم مع أنس كريز. وكل الشكر للضيوف اللي رافقونا في البرنامج، سواء كانوا ضيوف دائمين أو ضيوف يعني تتابعيين. نعم. في كل حلقة شكرا جزيلا لفريق البرنامج الأكثر من رائع اللي كان معنا متواصل في الاستوديو وخلف الكاميرات. إحنا نظهر على الشاشة لكن هناك. نعم. فريق ضخم يعني في الإعداد والتجهيز، نذكرهم ونشكرهم وجل من يسخو، يعني إن شاء الله ما ننسى حدا. نشكر زميلتنا في التقديم إسراء الشيخ، أيضا منتجة البرنامج والمعدة آلاء الرشيد، ومعدة التقارير كفاح بني سلامة، العلاقات العامة أحمد الشريقي اللي ساعدنا بإثراء البرنامج في مجموعة من الضيوف، وأيضا مدير البرامج الأستاذ أحمد عمقية. نعم، وبالقسم الفني كل الشكر لزملائنا في الإخراج، مخرجنا أستاذ بلال المصري، وأيضا المخرج شادي خادم الجامع، زملائنا في التصوير والاستوديو على إخوالد حسن الوردي، عبد القادر القجمي، وجمال الجوجو، محمد علوان، عبد الله الخطيب، كلهم من نعم. قسم الفني. نعم. أكيد لهم تحية. قسم الصوت أيضا راتب زغلول وزياد سيف، يوسف اليوسف، وأيضا محمود الشاعر، وفي الـMCR عدنان تركماني، محمد السعدي، وأيضا في قسم البث محمد ديب، عمر شاهين، مالك نور، بيبقى عنا كمان في المونتاج. في المونتاج أكيد رح نشكر نظمي سرحان وأحمد عبيد، نور عوض، ولؤي صافي، ومن مديرية وأيضا مدير القسم الفني مجهول التحية أستاذ عبد القادر السريحي، وأيضا زملائنا في قسم الإعلام الجديد ما شاء الله ما قصروا معنا كمان، بهاء أبا زيد وآية سمان وشريفة هارون وأروى مشوح، وطولنا عليكم بس لسه كمان في عنا رئيس القسم أحمد حسن، وزملائنا في التدقيق محمد طيب كوكي وعبد الرحمن حجازي وعبد الرحمن محمد، وأيضا اللي بيعمل لي شعراتي أنا كل يوم الماكير أحمد شربجي أيضا، وما بدنا ننسى المدير التنفيذي الأستاذ إياد حجازي، وأيضا المدير العام الأستاذ باسل. نعم، وأيضا محمد قاري، ليث الوقار من قسم الجرافيك كمان نوجه لهم تحية، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله فعليا، فكل الشكر لجهودهم في هذا الموسم، وأيضا في الجهود اللي جاي إن شاء الله موسم. نعم. رمضان والموسم. نعم. الآخر من صباح الإيمان. أنا بتشكرك إليك أكيد، وأنا بشكرك ميران. يعني سعيدة بهذا الظهور. نعم. الإعلامي معك. نعود لضيفنا يعني أستاذ عبد الله، طولنا عليك. طبعا نشكرك لتواجدك معنا، وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة قدوم شهر رمضان. هلا الله علينا باليمن والبركات. بس مثل ما بيقولوا نحن يعني الختام راح يكون بإذن الله مسك، فالختام مع أنشودة مع حضرتك. صحيح، احنا بنودع مشاهدينا نلقاكم إن شاء الله في رمضان وبرامج جديدة، ونختم بهذه الأنشودة. إذن نهديها للجمهور صباح الإيمان وقناة. نعم. دار الإيمان. شكرا لك. لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور بها وسار الجود إن ساروا تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار ونورهم يهتدي الساري لرؤيته كأنهم في ظلام الليل أقمار. هذه لجمهور صباح الله الإيمان. الله الله، شكرا شكرا لكم، حفظكم الله.